السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا كل وسهلا. سنة وأنتم بخير الأول. وحضرتك بس سعيدة كنت عايزة متهنئة. أشترك يعني أستشير حضرتك وحضرتك بس يعني تسمعني عشان تعرف يعني توجهني صح ينوبك فيا. اتفضلي. أنا بس حضرتك يعني معايا الحمد لله ولد وبنت، ربنا الحمد لله رزقني بيهم. أبوهم متوفي، تمام. أبوهم متوفي يعني جاي من السعودية ميت. المهم الحمد لله يعني انا شغال عليهم وبربيهم وكل حاجه، بس يعني الولد من 8 شهور عمل حادثه، القاع بتاع عينيه وقع، القاع بتاع عينيه وقع، المني اصلا بتاع عينيه وقع. تمام. فالحمد لله قعدنا يعني هو دلوقتي يعني فضل بقاله 8 شهور، فايه يعني هم عايزين قاع عين تاني، وده مش موجود الا لما ياخدوه من حد لسه متوفي قاع العين دوت. فجه ولد متوفي وقال لي يومين كده، والدته الدكتور قال لها على حالته يعني، فقال لها استسمحنا يعني ان احنا ناخد قاع العين دوت. فعشان العمليه دي تنعمل عايزه مبلغ كبير، يعني انا عايزه مبلغ كبير. فرحت لحد او كده يعني يعني المفروض العمليه دي تعمل في خلال اسبوع بالظبط، عشان القاع بعد كده بتاعنا مش هينفع يعني، كملي يا كده مش حاج. هينفع ان هو يتنقل. المهم رحت لواحده قالت لي هديكي يعني هتديني جرامات الذهب، بس ايه يعني فوق جرامات الذهب اللي انا هاخدها جبناها 8 جرام زياده، يعني فوق جرامات الذهب اللي انا هاخدها جبناها 8 جرام زياده. جبناها من كام بقى سعرها او كده؟ جبناها الذهب بتاعها ب 8 جرام زياده. ناس كتير قالوا لي ده ربا، وناس كتير قالوا لي ده حرام زي الفوائد اللي بتيجي على الناس بياخدوها على البنك. يعني هي المشكلة في 8 جرام زيادة، مش مشكلة كمان في الست اللي هتبيع قاع العين؟ ما هو ده حرام برضو انها هي مش هتبيع تتقاضى. قاع العين، هي مش هتبيعه، ما هي عايزة فلوس. لا مش عايزة فلوس، بس فلوس دي للعملية. لا لا صراحة ربنا لا والله الله يبارك لها، الله استني يا أستاذة يقدرها منى، عليها فين استني يا يبارك أستاذة منى، لها. يعني الست اللي هتتبرع اللي هتاخدي قاع العين من ابنها مش عايزة فلوس؟ لا لا مش عايزة فلوس، لا لا مش عايزة فلوس، الفلوس دي براعي العملية نقل طيب، يعني البتاع وانت ما بتاع العين. تعرفيش يا ست ام حياه، وانت ما تعرفيش تستلفي من حد فلوس؟ والله يا استاذ يعني الشيخ المبلغ كبير ومش هيعرف اجمعه، عمر ما حد يدوني مره واحده. وما قدامكيش غير الست دي بس، يعني ما جربتيش تطرقي باب اي حد؟ والله يعني الشيخ طرقت باب يعني باب كذا حد، ويعني ما حدش يعني واقف جنبي، حتى صاحبه الشغل اللي انا بشتغل معاها قلت لها قالت لي انت عارفه احنا داخلين على ايد والمبلغ كبير، انا عايزه 22,000 جنيه، فالمبلغ كبير على اي حد. عايزة كام؟ 22,000 جنيه وقدامي 5 ايام، يعني اسبوع فاتمنى يوم فاضل 5 ايام. طيب اقفلي معايا يا ست ام حياه وانا اجاوب حضرتك ان شاء الله. ست ام حياه عندها مشكله، ابنها عمل حادثه وعنده مشكله في قاع العين، والدكتور قال لها هيحتاج زرع قاع عين، ولو لقينا حد فلقوا حد لسه متوفي حديثا استسمحوا امه ان هم ياخدوا قاع العين. اولا شرعا هل ده جائز ولا غير جائز؟ ان شاء الله جائز اذا كان بدون مقابل واذا كان باذن اهلي او عصبه المتوفي. المشكله اللي قابلتها ان هي بقى العمليه هتتكلف مال، والمال ده ليس معها، المال ده ليس معها. لقيت حد قال لها انا هسلفك المال ده جرامات ذهب، بس بعد ما تيجي ترديه لو انت واخده مني 20 جرام تراجعيه 28 جرام. دارب ده اللي انا اعرفه ان ده ربا وده محرم شرعا. فبنقول للست ام حياه اطرقي اكتر من باب، مش شرط تاخدي المبلغ من حد بعينه، وتاخديه من اكتر من واحد. ان لم تجدي الا هذا الباب فاصبحت ضروره والاثم على من فعل هذا. لكن انا بقول لك اهو الاولى ان انت قبل ما تروحي جري وتقولي هي تجري تدوري على اي باب تاني، خدي من ده 5 من ده 3 من ده 4 وتسديه، احسن ما تاخدي مال فيه ربا قد تكون اثره في العمليه غلط، لان ده مال حرام يعني لا يؤتي ثماره. فانا بقول لك اهو حاولي مره تانية وان شاء الله ربنا يفرج عنك، واسال الله تبارك وتعالى ان يفرج عنك. واذا كنا بنتكلم عن ذكر الله فبنقول بقى اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اي حد مكروب دعا بدعاء اخي يونس ذنون لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الله عنه كربه فرج عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في حال الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تاني
كان صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب عندما يكون مكروبا: لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. معنا مين يا أستاذة منى؟